يقول: هناك من الدعاة من يقول بأن الناس في بلادنا هذه لا يحتاجون إلى الدعوة إلى كلمة التوحيد، لأن الناس كلهم في هذا البلد يقولونها ويعرفونها، فهل ما يذكره صحيح؟ شدريك إنهم يعرفونها كلهم؟ ما يعرفونها، قد يقولونها وهم يجهلون معناها، فلا بد يبين لهم. قد يقولونها ويأخذون بقول المرجئة، يبين لهم، يأخذونها ويظنون عند التوسل بالأولياء والصالحين أنه من معنى لا إله إلا الله، فيبين لهم كل هذه الأمور. فالدعوة إلى التوحيد ما يستغني عنها أحد، لا في هذه البلاد ولا في غيرها، ما يستغني عنها أحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مع أنهم أهل الكتاب وأهل العلم، لكن خفي عليهم هذا الأمر، فيبين لهم. إذا كان أهل العلم يدعون فكيف بغيرهم؟ هؤلاء يريدون التخلص من التوحيد، يجونه من هنا ومن هنا، هذا ما يجوز أبدا. نعم.